السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل خير أسعد الله أوقاتكم. أحييكم أعزائي مشاهدي الإخبارية في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ. رغم مرور بضع سنوات على وجوده في طرقاتنا وشوارعنا، نظام ساهر ما أن يتم الحديث عنه إلا وتتعالى الأصوات كثيراً في الحديث حول سلبياته وإيجابياته. سنتحدث في هذه الحلقة عن نظام ساهر. أقول ساهر ساهر، والله كلام عافينك. اليوم الشباب يجيبون غرامات، قاعد يفاجئون أنهم يظهرون في أماكن ما كانت موجودة أساساً بدون ما يحطون لوحات تحذيرية أو أشياء من هالقبيل. نظام ساهر سلاح ذو حدين. أمشي 110 وصورتني ونزلت المخالفة، وهي سرعة 120. تحصل ما هو مكتوب اللوحة كم سرعة الشارع، عرفت؟ ما تحصل شيء كذا إلا مسكك ساهر. كويس، أحلى من هيك ساهر ما فيه. تعتبر المملكة العربية السعودية من ضمن أكثر الدول عالمياً من حيث الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر، الأمر الذي وضع الجهات المعنية أمام تحدي صعب في البحث عن حلول ناجعة للحد من تلك الحوادث. فكان نظام ساهر. كشفت الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور في المملكة العربية السعودية عن انخفاض نسبة الوفيات جراء الحوادث بعد تطبيق نظام ساهر بنسبة 9%، كما انخفضت نسبة الإصابات إلى 18%، الأمر الذي جعل من نظام ساهر محل إعجاب وتأييد من قبل الأصوات التي تنادي بتنظيم القيادة على الطرق داخل المملكة. أكيد طبعاً نظام ساهر عمل انضباط كبير جداً وحمل ناس من حوادث المفاجأة اللي هي السرعة وقطع الإشارات. نظام ساهر هل ساهم في تنظيم حركة المرور؟ نعم ساهم طال عمرك، وساهم طال عمرك من تخفيف الحوادث بعد. هو له نسبة كبيرة أنه خفض من نسبة الحوادث، هذه أول شيء. ثاني شيء يعني 70-70، وش المشكلة؟ لكن نرجو أنه يتكثف هذا الشيء ويطبق النظام هذا بشكل جيد. على نظام ساهر حل كثير شغلات، قلل الحوادث، معروف يعني الفحيطة اللي عملوا لنا إزعاج تقريباً شبه اختفوا. نظام ساهر؟ والله نظام ساهر كويس. إلا أنه وبعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على تطبيق نظام ساهر، نفتح ملفاً لم يطرح من قبل. إن من أخطر ما رصدته كاميرا نوافذ على الطرق داخل مدينة الرياض هو وضع كاميرات ساهر في أماكن مخفية وخلف لوحات الطرق، الأمر الذي يفاجئ سائق المركبات ليلجأ لخفض السرعة بشكل مفاجئ، ليتسبب ذلك بحوادث قاتلة. حيث تقتضي أنظمة المرور العالمية وبشكل إلزامي وضع لوحات إرشادية متعددة قبل مئات الأمتار تفيد بأن الطريق مراقب. اي ما في لوحات، ما في اغلبها ما في لوحات، يكون مندسين. ايوه مندسين صحيح، منخشين في ورا الشجر. ساهر يحطهم بين الشجر، لا يبين في يكتب في لوحات امام كاميرا ولا يكتب شيء. مثلا يحطوا سياراتهم في اماكن مخفيه وما يعني من سلطتهم على الناس الكبار السن، اما الشباب مثلا واحد مخفي لوحه سيارته ولا كذا ما لهم سلطه عليه. هو المفروض يكون فيه تنبيهات قبل ما يكون الإنسان، يعني في لوحات تحذيرية يعني أنه ساهر موجود على أساس ما يتفاجأ. أحيانا يكون الواحد مثلا يربط فجأة مفاجأة على أساس أنه يشوف ساهر قدامه، فهذه هي المشكلة يعني سبب حوادث أكثر. كما لاحظنا اختفاء لوحات تحديد السرعة في بعض الطرق خلف الأشجار أو أنها موجهة في اتجاه آخر مختلف تماما. تتميز المملكة العربية السعودية بشبكة طرق داخلية وخارجية متميزة تسمح بحد سرعة يصل إلى 90، لكن ما هو على أرض الواقع أن معظم هذه الطرق محكومة بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة، وبحد مسموح به يصل إلى 77 كيلومترا في الساعة.
اولا انا اعتقد انه رجال المرور جميعهم يحتاجون الى دورات تدريبيه في حركه المرور. نظام ساهر يقوم بواجب معين محدد وهو السرعه او عند التقاطعات، لكن في تعطيل في سير المركبات بتجاوز بعضها البعض بطريقه خاطئه، هذا مهم. وانما ساهر ايجابياته وسلبياته، انا اعتقد انه ايجابياته كبيره شوي، تجيني 70 بعدها تجيني 80 اتفاجأ، هذا اللي يخليني والله يعني اقول لك انا ودعسه وزن كذا. هم انها تحط 70 في خطوط هايوي تكون سرعتها المفروض ان سرعتها على الاقل، فيه بعض المحلات سرعتها 90 بس للاسف تعاين في هنا اللي هي تشوف في ملاحظات كثيره في تحديد السرعات واجد 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 شاكر انه يعني احيانا في بعض الشوارع السرعه كثير بطيئه زي 70 مثلا، فسيارة زي هذه 70 معناته شبه واقف يعني، فإلا تمر عليك كل شهر تاخذ لك مخالفة 3 متر ريال يعني. في شوارع لما تيجي فيها نظام ساهر ما في مشكلة عرفت، بس تحصل ما هو مكتوب اللوحة كم سرعة الشارع عرفت، ما تحصل شيء كذا إلا مسكك ساهر. هو داخل المدينة أعتقد إنه مناسب جدا 70-80 مش أكثر من هيك يعني، بس خارج المدينة يعني 120 السرعة ما أعتقد إنه حد راح يلتزم فيها. المفروض إنه يكون أقل شيء 80 معقول، أما لكن 60-70 يعني شايف إنه كثير. أنا أجد بعض الشباب يربط فرامل فجأة، ليه؟ لأنه شاف ساهر قدامه ولا في لوحات مسبقة على أساس تحذيرية، فهذا طبعا سبب حوادث. في بعض الدول الآن في خلال شهر لما تلتزم في النظام المروري تعفى عنك القسيمه السابقه. صح، هنا تدبل يعني، هنا يتدبل. وهذا الشيء الثاني اذا ما سددتها مثل نهايه الشهر تدبل عليك، والشيء المفروض انها تكون تدريجيا القسيمه هذه مثل من نسبيا مثل 100 ريال اول مره، ثاني مره، ثالث مره تتدبل كذا. يعلمونك وكل مكان تلقى ساهر موجود، حتى ما يمديك تسرع، بس في شيء يعلمك، مو بيغبون لي السيارات ويلا تشوفها والسيارة مغبينة تحت الكوبري. صح ولا لا؟ علما أنه في تجربة لفريق نوافذ في السير على إحدى هذه الطرق ومن غير الضغط على دواسة البنزين، وجدنا انسياب المركبة بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة مخالفة وفق نظام ساهر. وبالتالي فأن تحديد سرعات منخفضة على طرق تسمح بأعلى من ذلك وتسبب اختناقات مرورية في مناطق الوسط، كما أن حد السماح بسبعة كيلومترات هو أمر صعب على السائق والمركبة، حيث وجد أن معظم مخالفات السرعة في ساهر هي للسرعات ما بين 78 و85 كيلومترا في الساعة، وهي سرعات معتدلة على هذه الطرق. ساهر هذا قتلنا، هو نعطي عيالنا ولا نعطي ساهر، ما أعرف ماذا الحين، نعطي البزران ولا نعطي ساهر. ساهر ذا قتل، الله يفكنا منه بس. أو بعدين بتلاقي بعض الشوارع هي سيارة لحالها بس تمسك على الفرام ماشي 60-70 فعلاً. عرفت علي كيف؟ فيفضل إنه يكون يعني أقل شيء 90. شلون تحط في شارع كبير السرعة 70؟ السرعة 70 يا أخي، إحنا سياراتنا قوية والشوارع كبار تقولي 70، وشلون ذا الكلام؟ أنت معناه إنك متقصد، أنت تبي أغلط مثلاً إني أنصاد عشان تأخذ فلوس، جباية هذه. كما لوحظ على الإشارات الضوئية المحكومة بكاميرا ساهر افتقارها للتوافق الزمني لفتح الإشارة، حيث إن بعض الإشارات تفتح بزمن يصل إلى 18 ثانية لتغلق مدة تقارب 180 ثانية، وهذه مشكلة يواجهها مرتاد الطرق داخل مدن المملكة، وهي أيضا سبب رئيسي في حصول اختناقات مرورية وخاصة في الشوارع الرئيسة. الإشارات ما فيه وقت، تجي على طول تسكر، ما يعني المفروض أنها يوسعونها شوي اللي هي الوقت، يعني بدل ما يحطها بعضهم ما يتعدى 18 ثانية. غلط هذا، عندنا مشكلة في الوقت يعني ضيق الوقت، خصوصا يعني نص الإشارة هذه الجهة، يعني بعض الإشارات يجيها النص 15 ثانية بس، وننتظر 3 دقائق 4 دقائق عشان تفتح، يعني غير الإشارات الثانية، بعض الإشارات تقعد 80 ثانية وبعض الإشارات تقعد 15 ثانية، فهذه مشكله لازم يعني تسبب زحمه، احنا اللي نتورط بعدين اذا فتحت الاشاره اللي ورا ما يلحقون عليها. بالنسبه للشارع هذا كان عليه اشارات رقميه شالوها. اخيرا نظام ساهر هو محل تقدير من كل عاقل،
لكن الكثير من التفاصيل يجب أن تصحح ليكون ساهر أكثر نجاحاً ولتكون الطرق داخل المملكة أكثر سلامة. كل هذه التساؤلات التي طرحها التقرير وكل هذه الآراء ووجهات النظر هي في واقع الحال تثار ومطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس وتثار في الرأي العام بين حين وآخر. نحن نقلناها من هذه الأروقة إلى ميدان أكثر رحابة وهو برنامج تلفزيوني. يسرنا أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا مع ضيفين كريمين. الضيف الأول هو الأستاذ أحمد الشمالي الإعلامي المتخصص بالشأن المروري. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. ضيفي الآخر هو الدكتور مساعد ربيش وهو محامي ومتخصص في الحوادث المرورية. أهلا بك دكتور مساعد. الله ياك وحيا المشاهدين. لعلنا نبدأ في البداية حول نظام ساهر. تقريبا أكثر من 4 سنوات أقر هذا النظام. عدد كبير من أنظمة الدولة والمؤسسات التنفيذية والأجهزة والوزارات أقرت أنظمة واستحدثت قوانين، لم يحدث عليها هذا الجدل حتى الآن. 4 سنوات لا يزال هذا الجدل قائم حول رؤيتين. هناك من يرى أن نظام ساهر هو نظام رائع جدا وخفض الحوادث المرورية، وهناك فريق آخر أيضا طرحنا تساؤلاته يرى هذا النظام هو للجباية وأنه وضع لكي يأخذ مزيد من الأموال وليس له دور كبير جدا في الحد من الحوادث المرورية. أود في البداية أستطلع وجهة نظرك، لماذا هذا الجدل ولماذا هذا التشكيك حتى الآن في برنامج أو نظام ساهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لساهر هو آلية تقنية لضبط المخالفات المرورية الأكثر خطورة على المجتمع. طبعا النظام أقر عام 2010 في تقريبا. طبعا لا أحد يعترض على هذه التقنية، يعترضون على توظيف التقنية. لماذا وظفت بهذا الشكل؟ أي طبعا دائما أي شيء جديد عندنا يكون يعني محط أنظار وتساؤلات، لكن وفقا للأرقام والمعطيات الصادرة من جهاز المرور والصادرة من المراجع الطبية والمؤسسات الصحية تشير إلى أن ساهر آلية تقنية أوجدتها وزارة الداخلية ممثلها في ويطبقها جهاز المرور، أحدثت حتى الآن نتائج إيجابية وفقا للمعطيات. طبعا جهاز المرور يقول أنه هناك تحسن نوعي في سلوك السائقين على الطرق في المناطق التي طبق فيها نظام ساهر. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية أن المراجع الطبية والمؤسسات الصحية أظهرت بعد سنتين من تطبيق ساهر أن هناك انخفاض 43% في إصابات الحوادث المرورية. 43% هذه المرور يقولون 18. لا لا أنا أتكلم عن الإصابات. أي. المعطيات اللي أظهرتها عدد من المراجع الطبية والمؤسسات الصحية. طبعا أتكلم عن المراجع الطبية اللي هم مثلا مجمع الملك سعود، مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك ومدينة الملك عبد العزيز. حدثنا عن الرياض فقط ليس عن الرياض. مستوى الملك. لا نتكلم عن الرياض، لأن الرياض أول ما بدأ التطبيق فيه في 19/4/2010 بدأ التطبيق في الرياض، وبعد سنتين من التطبيق أظهرت المؤسسات الطبية تقول أن هناك 43% انخفاض في إصابات الحوادث المرورية. يعني مقارنة الفترة هذه بعد التطبيق. بس ما تلاحظ النسبة عالية شوي كأن لا هي مقارنة سنتين 43 من الإصابات. هي مقارنة فترة التطبيق بعد الفترة اللي تماثلها من السنة اللي قبلها في المناطق التي طبق فيها ساهر. طبعا تتكلم عن سنتين كان نسبة التطبيق في ساهر لم تتوسع حتى الآن. طبعا هم بدأوا بطرق محددة ثم بعد ذلك انتقلوا إلى طرق أخرى أكثر انتشارا، ثم بدأ التطبيق على الإشارات الضوئية، وبالتالي انعكس هذا على الحد من الحوادث المرورية. يعني أنت تقول الآن أن الناس معترضين شوي على ساهر لأنه نظام جديد، لا مو لأنهم يخفون الكاميرات. لا لا أنا أتكلم عن المعطيات والنتائج. تقول إن ساهر آلية تطبيق جيدة، آلية اللي هي وضع التطبيق أو الأمور الأخرى اللي كان هناك يعني مثلا من تذمر على آلية التطبيق. فطبيعي إن أي نظام عندما يبدأ التطبيق فيه تكون فيه دراسة، الجوانب الإيجابية تعزز والجوانب السلبية تقوم. لها 4 سنين. لا أنا ليست كفيلة أن نعالج السلبيات. لا هو شوف بالنسبة في أشياء كثيرة تمت معالجتها. خليني أعطيك مثال بسيط جدا على أنا أتكلم على ما هو مشاهد الآن. مقدار السرعات بعد التطبيق كان هناك 70 80
بعدها تقريبا سنة أو سنتين عدلت السرعات على بعض الشوارع في الرياض. ممكن هذا يؤخذ على النظام أنه ما في قاعدة ثابتة قاعدين يمشون عليها كل شوي يغيرون. لا هو الدراسة طب مثل ما قلت لك يعني جت مطالبات في شارع معين ارفع سرعته، جت مطالبات في شارع معين أعتقد أنه هي في فيه في لجنة تقييم للنظام. أنت تتكلم عن كم سنة لكن في لجنة تقييم أول ما يطبق أول ما يطبق النظام بيدرس بعدها بتأخذ السلبيات المقترحات وتم معالجتها. طيب أنتقل لك دكتور مساعد. الجدل اللي حاصل بين فريقين، فريق يرى في هذا النظام أنه جباية ويأخذ أموال بغير وجه حق، فريق يرى أنه يطبق النظام بصرامة ولا يعرف يعني التمييز بين شخص وآخر، وش رأيك سبب هالجدل؟ أنا أشوف أن الحقيقة لا بد أن المواطن والمقيم أنه هناك إدارة أو هيئة مرورية تفصل هذا الجدل بين، يعني إذا كان هناك مشكلة في الميدان هناك هيئة مرورية تشكل في إدارات المرور، تشكل في هذا والنظام أتاح هذا النظام أنه تشكل إدارة أو هيئة مرورية تقوم بالنظر في الطعون أو في المخالفات المرورية اللي ارتكبت على المواطن. شخص سجلت عليه مخالفة مرورية إذا ما اقتنع فيها يقوم باعتراض، النظام كفل له يعترض على، ويجب أن تنظر هذه المخالفة من هيئة مرورية مكونة من 3 أعضاء في النظام، يشكلها مدير الإدارة، مدير إدارة المرور، ويكون على برئاسة الضابط، ويكون قانوني وشرعي. دكتور أنت محامي وعارف القانون، هل يليق قانونيا وحقوقيا أن يكون الخصم هو الحكم؟ يخالفني نظام ساهر اللي هو تابع المرور، هم اللي يشرفون عليه، واروح اشتكيه للمرور نفسه؟ لا بد يا استاذ، لما نحط جهه مستقله، لا بد ان تطعن في اداره المختصه في اي نظام، لا بد ان تقدم الطعن امام الاداره المختصه، وبعدين اذا لم ترى انها وافقت معك او اجازتك تنتقل الى خطوه الان أخرى. هذه اللي جاء موجوده؟ نعم موجوده، لكن المواطن يمكن يجهل هذا النظام. يا أخي في كثير من الأمور المواطن يجهلها. لا المواطن يعرف شيء، إذا جت عليه مخالفة تجيه عن طريق رسالة SMS وسدادها ببساطة عن طريق الصراف، لكن إذا أراد يعترض ما يسمحون له عن طريق الموقع أو عن طريق الموقع ساهر أو المرور، لازم يروح ويتجه. هذه تقنية، ليه ما وفر هالموضوع مثل ما هي التبليغ بالغرامة سهل، ليه ما يكون الشكوى سهلة أيضا؟ إذا اسمعي، هذه اللي تتكلم عليه سعد الرحمن دشنت قبل 3 أسابيع من الآن، اللي هو فتح المجال للاعتراض عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر البوابة. يعني بإمكانك سهل الاعتراض، بإمكانك أن تعترض. 4 سنوات مضت مصعبين الاعتراض، لازم تروح بإمكانك أن تعترض. أنت تعرف الواحد على ما يروح المرور يعني يتعب ويأخذ منه جهد ووقت عشان يعترض على 300 ريال. أحيانا ناس كثير يعني ما يبون يعترضون لأنهم بيخسرون وقت وجهد حتى يوصل المرور. النقطة الآن بعد 4 سنين يفتحون الاعتراض عن طريق الموقع الإلكتروني. هو مثل ما قلت لك، الخدمات الإلكترونية بشكل عام، الخدمات الإلكترونية بشكل عام وفرت الكثير من الجهد وقدمت اختصار الوقت. السؤال ليه ما وفرت الوقت؟ شوف، الخدمات الإلكترونية في مجملها، في لدينا في المملكة العربية السعودية حقق انتاج كبيرة جدا، ومن ضمنها ومن أبرزها طبعا موقع وزارة الداخلية، في الكثير من الخدمات، كل الخدمات تقريبا جدا رائعة. جهاز المرور نفذ خلال من بعد تشييل الخدمات الإلكترونية ما يقارب 48 مليون خدمة. ثمانية وأربعين مليون خدمة. قبل 3 أسابيع أتيحت آلية الاعتراض على مخالفات ساهر، وبالمناسبة إلكترونياً وخلال أول ساعات من بدء تدشين النظام، هذه معلومة يعني أخذتها من أول يوم، تم تقديم 46 اعتراض تم التعامل معها من قبل الجهات المختصة. النقطة الأهم في هذا لما تكلمت عن الخصم والحكم في نفس الوقت، اليوم أنا اطلعت على بعض وسائل الإعلام أن سمو وزير الداخلية سيدشن خلال الأسبوعين القادمين المحاكم المرورية، وبالتالي سيكون هناك جهات مختصة لديها الفصل طبعا مع وزارة العدل، ستنظر في كافة القضايا وستحكم بين الأطراف بما فيها جهاز المرور كجهاز، وبالتالي هي جهات مختصة تخضع أو تتبع بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل. ممتاز دكتور مساعد، كل منصف بكل تأكيد وكل شخص حريص على أن تكون طرقاتنا يعني سالمة ولا يوجد فيها هذا الكم الهائل من الحوادث والسلبيات في أنظمة السير، يحرص على هذا النظام، يحرص على هذه التقنية.
لكن دورنا أننا نقوم هذه السلبيات اللي نشاهدها وهي ما عرضناه في التقرير. يعني كثير من السلبيات يشاهدونها المواطنين في نظام ساهر، لعل من أبرزها مواقف السيارات الخاصة برصد المخالفات. يشاهدون سيارات رصد المخالفات تقف على الأرصفة، تقف قبل الكباري، تقف في المنحدرات، تقف في جوانب مختبئة، تقف تحت الأشجار. قانونياً هل هذا مقبول ومعقول أن تقف سيارات ترصد المخالفات المرورية بهذا الأسلوب والتخفي والاختباء عن الناس الذين من المفترض أن توعيهم وتحذرهم وتنبههم أن هذا الطريق مراقب، يعني عشان يأخذون احتياطهم وليس اقتناص وجودهم وإعطاهم مخالفة؟ نعم، النظام كفل للأشخاص هذولا في المادة 50 تقسيم 6 وضع. وش اسم النظام هذا؟ نظام المرور. نعم. نظام المرور المادة 50 تقسيم 6 تقسيم 1 كفل لهم أن أو وضع حذر للمركبات أن تقف في مواقع معينة، 13-14 موقع يعتبر. أي. منها الوقوف قبل الجسور، منها الوقوف قبل الأنفاق. أي. منها الوقوف في مواقف الوقوف المدرسة. أي. وعلى الأرصفة. على الأرصفة منها الوقوف. النظام المروري يمنع؟ حذر وليس يمنع، يحذر. دكتور. يجب. دكتور هذه مواقف سيارات ساهر دائما. أيوة. إذا 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 رصدت هذه المخالفة أنا أعتقد أنه ينتقل الشخص هذا يقول إذا كان ساهر يخالف. من يخالف؟ بعد عند قبل الجسور وبعدها وعلى الأرصفة في مواقف. نعم. المدارس. نعم. وأيضا وش فيه؟ هي 13 أو 14 وقبل الإشارات. أي. الوقوف وعلى الخطوط السريعة، الخطوط الخارجية في المدن. إذا كانت تشكل خطر على السلام. كيف النظام المروري يمنع الوقوف في مثل هذه؟ ليس يمنع، يحذر. أعلى مرتبة من المنع. طب كيف سيارة ساهر توقف في هالمكان؟ والله يا أخي عاد هنا وتلوم الناس إذا منهم قالوا وشككوا في وضع يعني جزئية من تطبيق هذا. هذا تطبيق نظام، لكن أنا أطبق النظام. يعني أنت تقر الآن وأنت محامي مستشار قانوني إن فيه مخالفات في تطبيق النظام؟ نعم، لا شك. لا شك أن هناك مخالفة، ويجب نظام ساهر وغير نظام ساهر. أنا أتكلم عن عموم المركبات. صحيح. أنا ما أتكلم عن ساهر. ساهر نظام آلي. أنا أتكلم عن أي مركبة أعطاها النظام حذر بالوقوف قبل الأنفاق. أنا واحد من الأخوان يقول لي أنه رصدت لي مخالفة في وسط النفق. قلت يا رجل مستحيل الكلام هذا. فقال والله رصدت لي وسط النفق. يجب أن إذا رفعت الاعتراض في الهيئة المرورية يجب على رجل الهيئة المرورية أن يفصل بإلغائها. يلغي هذه المخالفة. المفروض يلغيها. لأن الذي اتخذ هذه المخالفة ورصدها. نعم. هو مخالف. نعم أساسها. مخالف وإجراءاتها تكون خاطئة. طيب الآن أنت عديت كل المواقف اللي احنا نشوف فيها سيارات ساهر، كلها مواقف محظورة الآن، وين المفروض يحطونها؟ النظام وين يسمح؟ أنها كاميرات ثابتة في مواقع محددة؟ يا أخي المفروض نكون أكثر جرأة. ايه؟ نضع لوحات تنظيمية. ايه؟ ونقول هذه لوحات، هذه سيارتنا أو هذه الكاميرا. قبلها بمسافة النظام حدد يقول لا بد أن تكون اللوحات التنظيمية. أي. واضحة اللوحات التنظيمية تقصد بها تحذير هذا الطريق مراقب، اللوحة اللي فيها رصد السرعة. أي. يعني هنا النظام في المادة 50 حددت السرعات داخل المدن 80 وخارجها 120، السيارات الصغيرة. أي. الكبيرة 50-100، ولكن أعطت مجال آخر للإدارات وللإدارة الحق في خفض السرعة أو زيادتها. وهناك مخالفتين، مخالفة الحد الأكثر من 25% وهناك أقل من 25%. أنا تحاسبني على حد السرعة اللي أنا حددتها لك، إذا تجاوزتها تعتبر مخالف. لكن لا بد أن يكون هناك لوحة نظامية تنظيمية تقول هناك السرعة في الطريق هذا 70 80. تكون بشكل واضح هذه. نعم. وإذا كانت ما هي بشكل واضح، وهناك الهيئة المرورية، الهيئة المرورية بعد ما شكلت النظام طلب أن في حالة رغبة الهيئة الاستعانة بأشخاص أو بأحد الأعضاء أو بمن تراهم أن يقوم بالنظر في القضية تستعين فيه. ولا يمنع يا أخي إذا كنت غلطان أقول أنا والله غلطان، ما يمنع. بالعكس يزيد احترام الرأي العام. نعم. إذا كان هذه الجهة إذا لأنها أنصفت. لماذا والله يا أخي مايل هذا عدله وقول له والله في لوحة لا مخالفة اللوحة هذه؟
ما والغي عليه وعدل اللوحه اذا كانت مائله، اذا كان عليها شجر، اذا كان عليها انت شفت الصوره اللي انتشرت في مواقع الانترنت، سياره ساهر واقفه خلف لوحه كبيره مكتوب عليها لا تغضب ولك الجنه. نعم، يعني هذه ايضا يعني لهم رمزيه من الوقوف انه صبركم علينا احنا واقفين في هالمكان ايضا. استاذ احمد، يعني سمعت الان وجهه نظر قانونيه، وجهه نظر يعني تنص عليها الانظمه انه يمنع الوقوف في هذه الاماكن، وانت شاهد وانا اشاهد والدكتور شاهد ايضا، جميع السيارات المتنقله لساهر تقف بكاميراتها في هذه الاماكن التي يمنع نظام المرور الوقوف فيها. كيف تعلق على جهة النظام وفي نفس الوقت هي تخالفه، تضع هذه السيارات في اماكن مخالفه؟ والله شوف، طبعا اليات الرصد لنظام ساهر ينقسم الى قسمين، نعرف ثابت ومتحرك، كاميرات ثابته وكاميرات متحركه. خلينا في المتحركه. الكاميرات المتحركه يعني مثل ما تفضل الدكتور مساعد انه الكاميرات الثابته طبعا مواقف مواقعها ثابته ومعروفه ثابته. بالنسبه للمتحركه أنا شخصياً يعني لم ألحظ أنها تحت أو فوق جسور أو أنظر. ما قد شفت سيارة ساهر على رصيف؟ لا، بالنسبة لها أنا أو قبل كوبري أو بعد كوبري؟ لا لا، أنا أتكلم أني لا أعرف أنها في منحدرات. في المنحدرات على طرق سريعة. هذه يعني شوف الحالات الشاذة موجودة، ولكن قد يكون هناك طبعاً تعامل معها سريع جداً، أو مثل ما تفضل الدكتور أن مثل هذه المخالفات يعني في حالة تم رصدها أو الإبلاغ عنها للقائمين على المشروع يتم التعامل معها بشكل سريع جدا. اللي أعرفه أنا القائمين على المشروع هم اللي يعرفون السيارة هذه وين واقفة، بالضبط بالضبط بالضبط. اللي أعرفه أن أماكن تحديد الكاميرات الثابتة لا تتحرك إلا وفقا لخريطة وفي أماكن محددة، المتحركة وفقا لخريطة وفي أماكن محددة وبسرعات محددة وواضحة. هذه المشكلة، لا يمكن أن الخريطة يعني الخريطة المقررة من الجهة المشرفة، لا يمكن أن ينقلها حتى من مسار إلى مسار آخر على نفس الطريق، حتى ولو كان الطريق يعني متساوي أو طريق فيه منحدر أو نفق إلى آخره. فمثل هذه ما تفضل دكتور مساعد ينظر إليها من قبل هيئة الفصل، وبالمناسبة هيئة الفصل بالمخالفات المرورية القائمة والموجودة والصادرة والمنظمة بقرار سمو وزير الداخلية موجودة و تفعل قراراتها، وما أعرفه أن هناك الآلاف من القرارات صدرت من عن الهيئة بإلغاء عدد من المخالفات التي تم المخالفات اللي ألغيت. يا أحمد، كان السبب فيها هو الوقوف الخاطئ لسيارة الرصد؟ فيها أشياء قد يكون هناك، لأن هذه للأمانة معلومة جديدة، يعني كثير من المواطنين الآن اللي يستمعون لها المقابلة واللي رصدتهم كاميرات ساهر المتحركة وكانت واقفة قبل كوبري في نفق بعد كوبري أو على رصيف أو في مواقف مدارس أو على طرق سريعة أو على جوانب الطرق الهامة، ولكن لا بد أن تشكل خطر على السلامة المرورية اللي في الخطوط الخارجية، اللي في الطرق الخارجية لا بد أن يعني بجوار كتف الطريق، إذا كانت تشكل خطر على السلامة المرورية فيحذر المنظم من وقوفها، يعني باستطاعة المواطن. أنا ما أتكلم عن عن ساهل، أتكلم عن عموم أي مركبة تقف تشكل خطر على السلامة العامة لا بد أن تزاح المركبة. يعني عندما ترصد هذه المركبة مخالفة على سائق ما، كيف يثبت أن المركبة هذه كانت في موقف خاطئ؟ بيقول كيف أثبت لهم المركبة معروفة بالقانون عليه عبء الإثبات. النظام حدد يقول لا، أن جميع المخالفات التي ترصد على الأشخاص سواء محررة أو مرصودة آليا تكون صحيحة حتى يثبت العكس. حتى يثبت العكس زين. إذا أثبت الشخص أو اللي قام بالاعتراض أثبت عكس أن ارتكبت سجلت عليه مخالفة زين، وهي وأنا ما كنت مخالفة أو المركبة هذه اللي سجلت عليه أو الآلية أو كذا أن مخالفة، لا بد أن الهيئة المرورية تفصل في الموضوع ذا. أنت رجل قانون، كيف يثبت هذا المشتكي، هذا المواطن البسيط اللي تم رصد مخالفته بشكل خاطئ من الوسيلة الخاطئة اللي قامت بها المخالفة، كيف يثبت لهم أن موقعها مخالف لذلك ألغوا عليه المخالفة؟ يصورها يثبت موقعها؟ ممكن بالتصوير، ممكن في بإجراء الصورة نفسها قريب بعدها للطريق. ويجب أن صراحة القائمين على النظام ما أدخل نفسي في متاهات أنا غني عنها في قربها للخطوط السريعه وقربها تقصد المرور، يعني المرور نفسكم. نعم، لا تدخل نفسكم متى، يجب انك تشتغل في الوضع، ترجع العالم. ايوه، ترجع للنظام وتحدد الانظمه اللي شلون تقف، شلون تقف في سيارتك امن، موقف امن، وترصد، ما عندك مشكله، لان النظام كفل للرصد
الآلي. زين. طيب الآن بسألك عن كثير من الطرقات مراقبة بكاميرات ساهر لا يوجد تنبيه في أول الطريق أو في وسطه أو في آخره، سواء كان مع الجهة للقادمين أو العائدين، أنه هذا الطريق مراقب بنظام ساهر. شوف سلام، الأنظمة العالمية الأنظمة العالمية نظام المرور الصادر في المملكة العربية السعودية في عام 1428 ولائحة التنفيذية الصادرة في عام 1429 نصت في أن أي قائد مركبة يسوق في الطريق معناته أنه لابد أن يحمل تصريح قيادة أو رخصة قيادة. جيد. تمام. وإذا ما كان يحمل رخصة قيادة أو تصريح قيادة فهو شخص ماذا؟ نعم. فهو شخص مخالف. نعم. صحيح. بالتالي إذا كان مع التصريح أو مع رخصة يفترض أنه يكون ملم إلمام كامل بماذا؟ نعم. بأنظمة وقوانين المرور. نعم. مضبوط. النظام المروري واضح جدا بأنه يحدد السرعات داخل المدينة وعلى الطرق. أنا كقائد مركبة حصلت على رخصة يجب أن أعرف أن السرعة داخل المدينة 80، السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة 50. يا أحمد في شوارع 70. اسمح لي في شوارع دقيقة 70. أنا دقيقة جاي 80 والسيارات الكبيرة 50، خارج الطرق السريعة 120 للسيارات الصغيرة و100 للسيارات الكبيرة. ويسمح النظام الدولي ب 10% زيادة، وما تجاوز 10% فهو مخالفة. هذه نقطة في لائحة المرور وفق المادة 50 من نظام المرور. المرور عندنا يعترف ب 10% أو 7%. لا مطبق 10%. 10% من السرعة في المادة 50 من نظام المرور يحق للإدارة العامة للمرور تعديل السرعات وفقا لطبيعة الطرق بالزيادة أو النقصان شريطتها أن يضع لوحات تنبيهية بمقدار السرعة المتغيرة، بمقدار السرعة المتغيرة. لكن أنا أسير على طريق معين أعرف أن السرعة عليه هي 80 داخل المدينة أو للسيارات الصغيرة، ألا إذا كانت الإدارة المرور المعنية في منطقة ما عدلت السرعة وفقا لطبيعة الطريق نفسه. الطريق طبعا يخضع لعدة اعتبارات. طيب النظام يقول إذا كان هذا الطريق مراقب بكاميرات ساهر، النظام وش يقول؟ يقول ضروري تنبه على الناس وتوضح لهم أن هذا الطريق مراقب بكاميرات ساهر ولا ما يقول؟ أنا رجعت النقطة اللي قبل شوي أقول لك. بصراحة. أنا أقول لك. لازم المرور يبلغ الناس ولا مو بلازم؟ هو قاعد أقول لك أنا السرعة على الطريق بغض النظر فيه كاميرات ضبط آلي ولا ما فيه، في سيارات مرور ولا ما فيه، في رادار ولا ما فيه. يعني مو بلازم يبلغ. لا 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 مو مسألة ما فيه. هو يفترض إني أعرف النظام. لكن عندما أقر مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا المسمى بساهر، هو ساهر مش نظام، هو مشروع متكامل، مشروع متكامل من ضمنه ضبط المخالفات المرورية آليا، سواء طبعا للمخالفات اللي تشكل خطورة على المجتمع تمام ولا لا، أن يسبقها حملة توعوية. كان فيه حملة توعية، حملة توعوية تعريفية بالنظام اللي طبعا المطبق الآن. المطبق الآن هو ما جاوبتني دقيقه هذا اي المطبق الان هو ان كل كاميرا المرور لازم يعلم الناس ولا ما يعلمهم؟ هو المطبق الان ان كل كاميرا ساهر قبلها اشاره تنبيه بالسرعه وانه يوجد لديك كاميرا ضبط ساهر، وهذا كل مطبق عليه. طيب. لكن استاذ عبد الرحمن طرقنا طبيعتها مختلفه، يعني هنا في اشاره امامك كاميرا ساهر تمام ولا لا، الكاميرا قدامك 100 متر، طيب في مخرج من الحاره على الطريق هنا الاشكاليه فيه، وضحت صوره؟ طيب يعني أنا هنا كاميرا الضبط أمامك كاميرا الضبط ساهر، طب الكاميرا بعد 100 متر، لكن بعد 20 أو 30 متر في مخرج من الحارة طالع عليه، فما في كاميرا، فما في إشارة تنبيه بهذا الأمر. النظام وش يقول دكتور مساعد؟ النظام يقول النظام العالمي لا لابد فينا 68 لابد أن توضع لوحات تنظيمية في الطريق، سواء فيه رصد أو ما فيه رصد يجب أن توضع اللوحات التنظيمية والإرشادية والتحذيرية في الطريق. هذا من اختصاصات الإدارات المرور والطرق، إدارة الطرق. وش يقصدون باللوحات التنظيمية؟ التنظيمية السرعة، السرعة، العبور، التنبيه أن هذا الطريق مراقب بالكاميرات. لا بد تدخل ضمنها، ممكن تدخل ضمنها، وبالأصل أنا ما دخلها لأن ليست موجودة في النظام. أنا أقول لك والله ترى تبي مر عليك، لكن هي تنظيمية تدخل ضمن الأجزاء التنظيمية. نعم نعم تنظيمية، تحديد السرعة هي خلاص أعطك لوحة تنظيمية تنظم لك الطريق. طيب في كثير من الطرقات لا يوجد عليها لوحات تحديد السرعة. نعم. وفي كاميرات ساهر أنا ما هم عارفين كم السرعة، ترصدهم الكاميرا وما هم عارفين كم السرعة. عندنا سرعات، عندنا 70، عندنا 80، يعني بعضهم يتجاوزون شوي، إذا هو 80 لك 10%، إذا هو 70 لك 10%، هذه تفرق مع الناس إذا ما كان فيه آلية توضح كم مقدار السرعة. وش رأيك في هالحالة عدم وجود لوحة توضح؟ عدم وجود لوحة
الأصل داخل المدن 80 السرعة حسب النظام، المادة 50 قررت السرعة 80 داخل المدن، خارج المدن 120. إذا شارع مخصص 70 كيلومتر عندك 10% 7، يعني إذا مشيت 78 تخالف السرعة. نعم. وأنت ما وصلت الحد الأدنى من السرعة داخل المدن اللي هو 80. لا، لكن هنا المنظم أعطى صلاحية للإدارات بخفض السرعة أو. طيب هنا ما في لوحة. ما في لوحة. أنا أتعامل مع 80. وإذا خالفني ساهر أنا أتعامل مع 80. نعم. وما في لوحة في الشارع وخالفني ساهر. لا بد أن يقوم بالاعتراض على المخالف الهيئة المرورية. هي. والهيئة المرورية مجبرة أن تقوم بالغائها إذا لم يوجد لوحة. سيد الرحمن، بس أنا أرجع أقول أن كل حسب ما أعرفه وأنا يعني متابع لهذا الأمر. هي. أن كل كاميرات الضبط الآلي الموجودة على الشوارع تسبقها لوحات تحذيرية. تسبقها، اسمح لي، تسبقها لوحات تحذيرية بمسافة لا تقل عن 100 متر، ولا جدال في هذا الأمر. لكن مثل ما قلت لك قد تكون دخلت طلعت من مخرج اللوحة سبقك، اللوحة قبلك، هنا طلعت من مخرج والكاميرا قدامك. معقولة اللي دخل من مخرج أو طلع من مخرج ما لحق يبلغون هذا الكلام؟ هذا الكلام بس تبلغ اللي جاي من الخط السريع واللي جاي من مخرج ما تنبهه؟ لا، هو أخلى مسؤوليته بأنه وضع لوحة معابري قبل الطريق. الحق أنك قبل تنبه جميع سالكي هذا الطريق سواء جاي من مخرج ولا طالع من مخرج، تنبهه. نعم. هذا حق، ما نضع لأي شخص عذر إذا كنا جادين في تطبيق هذا النظام. طيب، يعني راجت مقولات أن هناك يعني بعض موظفي السيارات ساهر يتقصدون أن يقفون في أماكن توصف بالكمين لكي يرصدوا أكبر عدد من المخالفات لأن لهم عمولة، بقدر ما تجلب من المخالفات بقدر ما تتم مكافأتك وتحفيزك. سمعت بهالكلام؟ لا، شوف، أنت تقول راجت شائعات. إيه؟ يعني مثل الأقاويل طبعا. لا، أرجع أقول لك أنه يعني ساهر كل طبعا كنظام كآلية ضبط مرورية. إيه؟ وضبط مخالفات ممكن كل شيء يؤول عليه، لكن تقول راجت شائعات. أيه؟ أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن مثل هذا الكلام يتحرك، لأن مديري إدارات المرور في المملكة. نعم. يتابعون في المناطق التي يعمل فيها ساهر، يتابعون هذا بكل جدية. المشروع متكامل في المناطق التي يشملها، طبعا هو مشروع في توسع زيادة. يمكن القياس هذا يحمد على دفاتر المخالفات اللي كانت أول توزع على رجال المرور اللي خلص. لا لا، سعد الرحمن، سعد الرحمن، أنت تقول أن عزاز يزيد عدد المخالفات. خليني أعطيك مثال بسيط جدا. رجال المرور العنصر البشري أو رجل المرور لديه مجهودات كبيرة جدا. تقول لي كيف؟ أقول لك سنويا يرصد رجل المرور في الدورية أو بالدراجة أو الواقف ما يقارب 3 مليون مخالفة ليست ساهر. إذا في لغة الأرقام تتحدث عن وجود مجهودات لرجال المرور، تمام ولا لا؟ إذا ليس معناته عندنا ماذا؟ معناته عندنا تجاوزات مرورية كثيرة، وبالتالي آلية الضبط كاميرات ساهر ضبطت جزء منها. طيب، إذا سمحت لي، معنا علي من الطائف، تفضل أخوي علي. إذا كان الاتصال جاهز تفضل يا علي. عندي وجهة نظر بسيطة فقط، لا غير، واحد. تفضل يا علي، نسمعك. يا أخي العزيز، تسمعني الآن؟ إي نعم، تفضل. يا أخي العزيز، إحنا إن شاء الله في مصاف الدول المتقدمة عالميا. نعم. إحنا نرى في الدول الأوروبية والأمريكية والإسبانية وغيرها من الدول المتطورة، السرعة عندهم من 55 إلى 85 ميل في الساعة. نعم. يعني 140 كحد أقصى. إحنا سيارات قبل 5 تواريخ. طيب، لو تقدر توضح الصوت شوي وتبعد عن مايك السماعة لأنها أعاقت شوي من فهم بعض المقترحات اللي أنت قاعد تقولها. طيب، مفرح من خميس مشيط؟ إذا كان ترجعوا لعلي لما يتضح الاتصال.
مفرح تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طيب. يا هلا وسهلا تفضل. عندي مداخله بسيطه لو تكرمت. تفضل مفرح. المداخله بالنسبه للمخالفات يعني صار تدبل المخالفه. اي نعم. يعني بدل ما انا سدد 300 ريال ترفع بعد شهر ل 500 ريال، يعني هل هذا بوجهة حق معترف شرعا؟ اي نعم. طبعا على المواطن. طيب. الشيء الثاني الكاميرات ساهر نبغى نكون يعني زي الريحات الشافيه اقل شيء 100 متر او 200 متر تطبق يعني باسرع وقت ممكن. انت شوف الان ان في شوارع ما فيها لوحات ارشاديه كاميرات بدون لوحات. انت شوف ان في نقص في اللوحات الارشاديه يا مفرح. في نقص. وثاني شيء يعني بين كل كاميرا يعني بعض اللوحات مكتوب عليها السرعه 80 او مثلا 90 ما هي حقيقيه، يعني هذه زي ما تقول خدعه. وانت عند السائر وتكسب بطوالك ثم تصور الكاميرا باي حد. حتى اللوحات يعني ما هي معتمده بطريقه صحيحه على خبيث على طريق خبيث الشيخ طريق اللوح 18 شارع طيب يعطيك العافيه. علي طبعا كان يحمل مقترحات بالصوت وما كان واضح بضرورة التركيز على التوعية وتوجيه قائدي المركبات ويضرب أمثلة بالدول الأوروبية. مفرح من خميس مشيط يتحدث عن تدبيل المخالفات اللي هو إذا ما سددتها في نطاق زمني معين تتم زيادتها تقريبا من 300 إلى 500 ريال. هذا ما يتعلق بالسرعة قانونيا هل هذا النظام أعطى في هذه الحالة فرصة للمخالف أن يقوم بدفع قيمة المخالفة مخفضة في الفترة الزمنية المحددة في حالة عدم كم هي تقريبا 30 يوم. 30 يوم في حالة عدم السداد ترجع المخالفة لوضعها الطبيعي. يعني ما هو صحيح ليس تدبيل قصدي ما هو تدبيل هو سعرها هو في النظام أنا ما كيف على أنها تدبيل هي هو نظام تشريع تشريع ما لا أزعل أنا ولا يزعل المواطن إن في حالة الارتكاب مخالفة وأنت مقر في المخالفة يجب أنك تسددها. ما عندك في معلومة كثير من الناس يجهلها أن الهيئة المرورية لها الحق بإيقاف العقوبة. متى توقفها؟ هي صاحبة التقدير هي اللي الهيئة المرورية لها الحق في تقدير الموقف بإيقاف العقوبة. بإيقاف العقوبة. نعم. إذا رأت مسوغات مقارنة. نعم إذا رأت مسوغات رجل عنده ظرف معين عنده كذا ما يمنع عنده في النظام أعطاه في النظام ب 82 المادة 82 أعطته الحقية في أن يوقف العقوبة تقديرية للهيئة المرورية. طيب. أو المفرح من خميس أو المحكمة المختصة عنده وجهة نظر يقول هناك نقص في اللوحات الإرشادية. أثناء جولتنا أيضا رصدنا كثير من اللوحات الإرشادية المتعلقة سواء كان بالتنبيه لوجود كاميرا ساهر أمامك أو بالتنبيه عن هذه السرعة القصوى المحدودة في هذا الشارع. يعني بعض اللوحات طايحة، بعضها غير موجود أصلا، بعضها وراء شجر، بعضها وراء لوحة ما هي واضحة. لذلك كثير من الناس يقولون هي وضعت كذلك بالقصد حتى تصيد لمخالفة ساهر. إيش رأيك؟ لا شوف هو طبعا بالنسبة لوضع اللوحات ضروري جدا وعلى الطريق طبعا هي من اختصاص عدة جهات أي. المرور وال لذلك نشاهد غالبا والأمانات كل كاميرا ساهر عند الشجرة لكن 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 تقول لوحة قبلها الشجرة وقدامها الشجرة يفترض على جهاز المرور وعلى بالتنسيق طبعا مع الأمانات والجهات ذات العلاقة بوضع لوحات على تبين سرعة الطريق تحمد لهم أربع سنين ما قدروا يعالجون موضوع الشجرة ولا انخله ولا جدار ولا لوحة خلفها البيانات الإرشادية والمعلومات أربع سنوات ولا زال فيها المشاكل لا زالت في لوحات إرشادية وراء شجر لا زال في لوحات إرشادية مفقودة أساساً ما تعلمك مقدار السرعة شوف. هذا اللي يخلي الناس كثير يتساءلون ليش هالمعلومات الأساسية النظام غايبة النظام كفلهم يا أستاذ عبد الرحمن النظام كفل الموضوع هذا إذا كانت تلومهم دكتور إذا شكوا قالوا فعلاً فيه تقصد النظام أعطاه الحق غايبة هالبيانات الأساسية أستاذ عبد الرحمن أعطاه الحق أن يقوم بالاعتراف يقوم بالاعتراض الهيئة المرورية لابد أن تندب شخص منها من أحد الأعضاء الثلاثة أو من تراه مناسب أو من الإدارة والوقوف على المخالفة صحيح. ويجب أن تقوم يعني يكون في شفافية في التعامل مع المواطن يا أخي المسألة هذا تشوف أنت في شفافية أو ناقصة شوي والله أنا أشوف في الكثرة المخالفات يمكن والتواكل من بعض الأشخاص وحقيقة ما تستطيع أنك تقول والله يا أخي في إهمال ولا تستطيع أن تقول والله في عمل جبار
بين الثنتين المسألة صحيح. المفروض وش اللي يتم؟ الشفافية اللي أنت الشفافية التامة. وش بالضبط؟ يجب أن المخالف إذا ارتكب الشخص إذا ارتكب مخالفة مرورية وراء شاف أنه مهب وجه حق أيه؟ أن يقوم برفعها مثل ما تفضل الأستاذ أحمد أيه؟ إلكترونيا أو تحريريا إذا كان إدارة ويقوم بتسليمه ويجب على الهيئة المرورية أن تنظر في المخالفة وإلغائها ما هي مجاملة أنا لا تجمل عليه ولا تتصدق عليه إذا كانت اللوحة متغطية بالشجرة في هالحالة يجب أن تلغى نظاما إذا كان ما في لوحة أساسا تلغى المخالفة إذا لم يوجد لاحظ مو بقبلها لا, 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 لا نضع النظام تقول والله عشان أصيدك يجب إذا كان الطريق كامل لا يوجد فيه لوحات تنظيمية لا بد أن تلغى لكن قبل الرصد سواء رصد سرعة مركبة مرور أو رصد ساهر أو كذا يا أخي المخالفات النظام صريح واضح المخافة اللي تحرر باليد تحرر إذا لم تكن مكتملة الشروط كامل البيانات إذا كانت مو مكتملة تلغى إذا كانت ناقصة لا بد أن يعد محضر ويرفقها يرفق عشان تسجل المخالفة. طيب إذا كان النظام المروري ينص على وجوب إيضاح أي وسائل في الطريق أو إرشادات أو بيانات لماذا لا توضع مواقع هذه الكاميرات على الجي بي إس الناس يشوفونها في الخرائط وهم يمشون؟ الأصل المفروض مفتوح. هذا المفروض. المفروض مفتوح كامل يا أخي الطريق ذا مراقب الرادار أحط سيارتي هنا أحط سيارتي هنا أهم شيء. توضح في الجي بي إس. المفروض توضح ما له داعي الآن الأشخاص الآن كل ما تطور النظام تطورت الحيل. أنا قبل فترة سقط عليه شخص والله يغلق لوحته ويفتح بستارة بخاخ ستارة بلاستيك كل ما كثر لا بد أن كل ما طيب وأنت متخصص بالشأن المروري أستاذ أحمد لماذا حتى الآن يعني ما فيه إفصاح ما فيه يعني بيان للناس أن هذه المواقع هي اللي فيها مراقبة وش اللي يعيق وضع هذه مراكز الكاميرات هذه على الجي بي إس الناس يشوفونها وهم يمشون أستاذ الرحمن مو بالمقصد التوعية هو منع السرعة قبل حدوثها كان اللي حادث الان انهم يبونهم يسرعون عشان يصيدون لا لا لو بحثنا عن الاصل يفترض على كل قائد مركبه انه يلتزم بنظام المرور طيب يلتزم بالنظام وهذا صحيح فالان هذا الاصل طبعا ايه؟ فاخطر مخالفتين تشكل خطرا كبيرا على السلامه المروريه على السلامه المروريه هما السرعه وتجاوز الاشاره الحمراء تمام ولا لا لما وضعت كاميرات ساهر على الطرق الناس مع هذا النظام لما وضعت كاميرات ساهل على الطرق وفي الإشارات المرورية الطرق التي فيها كاميرات والإشارات اللي فيها كاميرات أوجدت نوعا من الضبط المروري المتوازن لدى قائدي المركبات لكن إذا الشخص بيخالف النظام فمعناته أن هذا الشخص قد يكون يستخدم حيل حتى ولو كان في كاميرات أخرى للتضليل على النظام الآن طمس اللوحات إزالة اللوحات مثل ما تفضل الدكتور وضع يقول الستار الى اخره هذه حتى صنفت ولدينا جرائم انها جريمه صحيح يعني انا لما اقدم على انا لما اضع طامس على لوحه او ازيل اللوحه انا كرجل مرور لن افسرها انك سترتكب مخالفه مروريه سأؤولها ومن حقي جريمة أنك ترتكب مخالفة سترتكب مخالفة ترتكب جريمة وبالتالي عاقب عن النظام وأفسرها كيف ما أشاء لكنك تطمس لوحة عشان تتجاوز إشارة مرورية أو تسرع لا هذه طيب. معلش المخالفات المرورية هي من 100 إلى 900 ريال لما تطمس لوحة فأنت عشان 100 ريال لا طيب. مو بصحيح حسن من جدة اتصل هذا تفضل أخي حسن من جدة تفضل كيف يا عبد الرحمن؟ يا هلا وسهلا تفضل. يا ابو انا بسال عندك عندنا خط الساحل. اي نعم. من جد لي خط الساحل بينك وبينه يمكن تمشي 100 كيلو ما تلقى الا لوحه واحده ومحطينه مسافته ازود من 100 كيلو على خط الساحل ويدسونه تحت الكباري ولا في لوحه ما ادري كم تمشي 100-110 في لوحه واحده تحصلها بس. دقيقه خط الساحل هذا كم طوله من كيلومتر؟ تقريبا. كيلو خط الساحل طال عمرك. من يالين الليل 200 كيلو من جدة لليل لكن تمشي من تطلع من دوار المعارض ايه؟ تحصل لوحة واحدة بس وما فيه إلا لوحة واحدة لوحة واحدة هي اللي تبلغك كم السرعة أيوة لوحة واحدة تحصلها وكم سيارة ساهر فيه وكم فيه من كاميرا ساهر والله في طال عمرك فيها كاميرا ثابتة ايه؟ وفيها 4 يوم تنقل كل يوم تحت كوبري حتى يدسونها تحت الكباري ما يخلونها باينة وكل يوم هذه السيارات توصل الشعيبة
وبعد ما ينتهي دوامه انا حصلت ماشي الجيب والله مشيت بعده 140 غصب اشوفه بيني وبينه يمكن 50 متر وانا ماشي 140 وش معنى ما هو ما يلتزم بالنظام. طيب يعطيك العافيه. ناخذ سعد بن الدمام ايضا. سعد تفضل. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. تفضل اخي عبد الرحمن. وانا احييك واحيي الاخوه ضيوفك والقناه التي حقيقه دائما ما تتطرق لجميع المواضيع الجيده. الله يحفظك يا سعد. تفضل. تخدم الوطن والمواطن. اخي الكريم بالنسبه لساهر هو وضعته وزاره الداخليه الهدف الاساسي منه الحد من الحوادث والتقليل حقيقة من الوفيات التي أصبحت هاجس كل الوقع. صحيح. وكذلك الإصابات التي فاق عددها العدد الهائل كثيرا والتي تعاني منها ميزانية الدولة حقيقة لعلاج هؤلاء المصابين. لم حقيقة يخلو وأسأل الله للجميع أولاً السلامة. ما في منزل إلا وما يعاني من مشاكل هذه الحوادث ومخاطرها. أسأل الله السلامة. اللهم أمين. تفضل سعد. وش النقطة بالضبط؟ الهدف ولكني أنا من وجهة نظري لم يعطى هذا حقيقة الموضوع ساهر لم يعطي الهدف الأساسي منه وهو التقليل من هذه الحوادث إلا بنسبة بسيطة جدا وهذا من خلال تصريحات مسؤول في إدارة المرور. لكي نقلل من هذه الخسائر البشرية والمادية والإصابات حقيقة يجب أن نسعى أو يكون هناك خيار آخر بدلا من العقوبات المالية أو المادية والتي أصبحت عائق حقيقة وأصبحت تكهل حقيقة بعض الأسر من هذه الدفع المادي وخصوصا أنه لا يتجاوز شهر من في عملية طيب. الفسحة أو المجال لتسديد هذه العقوبة. طيب. أتمنى أن يكون هناك خيارا آخر غير الغرامات المالية. من المالية وهو نعم. إعطاء الشخص خيارين. الأول الدفع ماليا نعم. أو القيام بعمل اجتماعي وطني نعم. ملموس يلمسه المواطن بأي حال من الأحوال سواء بنظافة الحي الذي يسكن فيه أو المدرسة التي مثلا يدرس فيها أو يعطيك العافية. واضح جدا. واضح أخوي سعد. وهذا الخيار في العقوبات يعني متاح عند كثير من الدول وأيضا عندنا في بعض العقوبات الجنائية. نعم المسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب تعطى بعض الذين النظام السابق فيه بعض الجرائم. طيب أول شيء حسن من جدة يقول خط الساحل 200 كيلومتر وما فيه لوحة إرشادية تعلمني كم السرعة القصوى بينما فيه 5 كاميرات ساهر. وش رأيك أحمد؟ هو طبعا إذا كان خط سريع السرعة محددة واضحة 120 كيلومتر على الطرق السريعة بس في بعض الأحيان تنخفض فيها السرعة في المنحنيات في المواقع اللي يكون فيها تقاطع مع هذه تحددها يمر بمدر هذه عند المنحنيات عند المنحنيات عند الأماكن الخطرة 200 كيلو ما فيها لوحة واحدة عند الأماكن الخطرة والمنحنيات تحدد السرعة. جمع لنا 4 سنوات نطبق هذا النظام ما احنا قادرين نهيئ البنية الأساسية اللي يعمل من خلالها ونكسب ثقة الناس. 4 سنوات كم دخل من مليارات ما احنا قادرين نحط لوحات. وش رايك دكتور؟ والله يا اخي انا اشوف ان النظام واضح يقول لك لا نعم الماده 50 واضحه نكسب ثقة الناس من خلال توعيتهم وارشادهم ونعلمهم ان احنا حريصين عليهم. يعني مثل العم حسن يقول 200 كيلو ما ادري كم السرعه انا اشوف انه تلغى المخالفه يحس النظام واضح وسريع لا بد أن توضع لوحات إرشادية تنظيمية تضيف طرقات عمل في المستشفى يعني أي عمل يخدم في مدارس تنظيم طلاب مشاهدة هذه العقوبات لها أثرها المفروض أننا المعمولة في نظام المرور إما غرامة مالية وإما عقوبة أو بهما معا اللي هو التوقيف والغرامة المالية العقوبة الآن غير العقوبة المالية هو سجن فقط هذا لا لا العقوبة هي عقوبة مالية هي النص المادة عقوبة هي العقوبة ماليا وسجن او حجز المركبه هذه وعندنا عشان الوقت عندنا 9 مخالفات مروريه نعم. تشكل خطر على السلامه العامه منها اشخاص كثير ما يعرف ان علامه قف من المخالفات التي تشكل طيب. خطر على السلامه طيب العامة. لم يتبقى لدي الكثير بالوقت ودي اسالكم باختصار حتى يحظى نظام ساهر باحترام الجميع وكسب ثقتهم ويعرفون انه وضع لسلامتهم والحفاظ على أرواحهم ماذا يجب علينا أن نعمل؟
القائمين على ساهر. يعني بالنسبة للنظام القائمين على ساهر يجب أن يأخذوا كافة المقترحات بعين الاعتبار. نعم. الآراء والاطروحات أيضا أن يعززوا من تواجد ساهر في الأماكن العامة، لأن المعطيات تقول أن ساهر نظام أو طيب. ساهر آلية حققت نتائج إيجابية، يجب أن يتفاعل معها المجتمع إيجابيا، ويجب أن يدرك قائد طيب. المركبة ومالك المركبة والمجتمع أن ساهر وجد طيب. للضد الحد من الأمر. أنا أعتقد أنه لا بد أن يعمل النظام ساهر مع الهيئة المرورية مع التنظيم شعبة السلامة المرور في كل إدارة يعملون عمل متكامل لكي نظهر بعمل جبار وناجح يرضي الجميع. المرور قال أن 9% من الوفيات انخفضت بسبب ساهر، 18% من الإصابات انخفضت. أحمد يقول 48% من الإصابات انخفضت في الرياض من المستشفيات، تصدق الإحصائيات؟ والله أنا لا أصدق ولا أكذب حقيقة. لازم جهة محايدة هي. لا بس سعد الرحمن هذه الإحصائية اللي طلعت 9% هذه بعد ما تعميم ساهر على مستوى المملكة كلها. على مستوى المملكة. على مستوى المملكة عملية نسبة وتناسب. ما تصدق. لكن انخفاضها الحوادث من الحوادث والإصابات هذه بعد تطبيق النظام. الأستاذ أحمد الشمالي الإعلامي المتخصص بالشأن المروري شكرا لك. شكرا لك. الدكتور مساعد ربيش المحامي والمتخصص في الحوادث المرورية شكرا لك. شكرا لك يا أخي. الشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.